السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اشترينا معاكم عود شجرة الجاكرندا. بس طبعا كنت حاطه في العربية بقالي فترة فاتحمص مني شوية. عايز اقول لكم الجاكرندا اهي، وبعدين تخنت العود اهي. طبعا هي في كيس اهو، كيس اهو اهو، ادي الكيس اهو. دخلت العود من تحت بتاع 4 سنتي او 5 سنتي، ادي التخانه بتاعته اهي. بسم الله ما شاء الله، ارتفاعه بتاع حوالي 3 متر اهو، وان شاء الله يتم غرسه النهارده باذن الله بعد الفطار. اهو افتح كيس كده، بص او بقى حاجة حد على حد اهو. Thank you.
طبعا شفت ان انا الاول خلصتها بالكيس، كان في تيار هوا جامد شديد، فابتديت احطها بالكيس واقطع الكيس كده من تحت لغايه ما الهوا زي ما حضرتك شايفين كده، الهوا شديد يعني، الهوا شديد النهارده. طبعا زي ما انت شفت ان احنا فضينا الكيس، نزلنا مادة الجدور تحت، ربنا يستر عليه عشان الهوا شديد النهارده، لان بنكبسه على البلد ده.